في واحد هون. هذا ضياء. ساتو عايش. اطلبوا سيارة الإسعاف بسرعة. عزيز ليش ما عم تاكل؟ مالي نفس. انت مستعجل؟ بتعرفي انه عندي شغل كتير ما هيك؟ تعال نروح المساء على السينما، في فيلم رومانسي حلو كتير. امرني سيدي. ابني عزيز، وصلنا خبر انه ضياء متصاوب. ضياء متصاوب؟ ايه، اليوم اجت اخبارية انه في قنبلة رح تنفجر، وضياء هو المشتبه الاول، وهي القضية استلمها ضابط هشام، بدي تهتم بهالموضوع. تحت امركم سيدي. عزيز شو صاير؟ لوين؟ لا تواخذيني، اجاني شغل مستعجل لازم روح. شو صار؟ حتى مو ملبسها باروكة لتخبي الحجاب، الله يلعنكم. خلينا نتأكد إذا حاطة باروكة على الحجاب. تفضل. سيدي. شو نزار؟ بالحقيقة أنا في إلي طلب عنكم. بخصوص ابنك؟ إليف، طلبونا لجوع على بلش الاجتماع. ضياء يلا لازم تقلي مكان القنبلة. يلا ضياء، ضياء اصحى بقى. ايه ضياء يلا بترجاك، لازم تقلي مكان القنبلة بسرعة. ضياء، ضياء لا ضياء اصحى شوي، لازم تقلي وين مكان القنبلة. ضياء الضابط صبري خبرني شو الوضع هلا؟ عم نستنى ضياء ليصحى. قدرتوا تعرفوا مكان القنبلة؟ لا. المريض صحي فيكم تشوفوا. بس وضعه حرج، لو سمحتوا لا تتعبوا كتير. ضياء؟ وين رح تنفجر القنبلة؟ البنت. قنبلة. وين رح تنفجر القنبلة؟ الجامعة. أي جامعة؟ أقول جامعة اسطنبول. يلا برا يلا. يلا.
عمي قومي بسرعة، في قنبلة بالجامعة لازم نطلع. يلا ركزي. طيب خلونا نبلش بالتصويت. أنا بصوت للطالبة إليف كورال إنها تبقى بالجامعة. وأنا رأيي إنه إليف تبقى بالجامعة. يلا يلا ركبوا بسرعة، بسرعة يا شباب بسرعة. لا حدا يضل هون، لا حدا يضل لازم هون. لازم نفوت الجامعة بسرعة. يلا ركضوا ركضوا. عم يفضوا الجامعة. يلا بسرعة بسرعة، في قنبلة بالجامعة. يلا كدو بسرعة كدو. حركوا. يلا استعجلوا بسرعة شوي. وين غرفة الاجتماعات؟ بالطابق الفوقاني. أنا بصوت إنها تترك الجامعة. وأنا كمان بصوت إنها تترك الجامعة. وين إليف؟ وين راحت؟ كانت جوا بالاجتماع. أنتوا روحوا من هون يلا. فوراً. دكتورة هالة. لا تتحرك، خليك مكانك. ما حدا يتحرك أبداً، والله العظيم بأوسكن. وقف عندك ولا حركة. اهدى، بس اهدى شوي. نحن مضطرين انه نفضي المكان بسرعة، في قنبلة بالجامعة. ممكن تنفجر. كثير منيح. بهي الحالة كلياتنا رح نموت مع بعضنا. لا أنا ما بدي موت هلأ بعد هيك. لا تتحركي. ما حدا رح يطلع من هون. بس هي فيها تطلع. لا ما بقدر. كيف ما بتقدري إليف؟ طلعي لبرا. إليف في قنبلة بالجامعة. بترجاكم خلوني فوت لجوا، أخي موجود جوا. بعدوا من هون فوراً.
كل صار لا بترجاكم خلوني روح لعنده، انا بعرف كيف اقنعه، مشان الله خلوني اشوفه. قلت لكم بعده يلا اخي اخي، مشان الله اطلع لبرا بسرعه اخي. كل صار انت شهدي بقى خلاص. يلا روحي ابتدي بحالك، انت ما لك اي ذنب. يلا إليف. معناته ليش بدك تخليني ارتكب ذنوب؟ إذا بطلع من هالباب وبروح لحالي وما بمنع هالجريمة بكون ارتكبت أكبر ذنب بحياتي. بترجاك نزل سلاحك وخلينا نطلع مع بعض. اختي ما إلها أي ذنب وأنا بدي حاسبهم. وبعدين شو رح يصير لكل يزار وحتى لأمك ولأخواتك كمان؟ وأنت شو رح يصير فيك؟ ما عاد تفرق. يعني لهالدرجة هي فقدت الأمل بربك؟ لهالدرجة هي ضيعت طريق الصواب؟ لحتى بدك تدمر حالك بإيدك؟ اختي ما كان عندها غير هالحلم تصير أنسي. وأنا سرقوا مني أحلامي كمان ودمروا لي أملي، حرقوا لي مستقبلي. طيب أنت قولي لي شو بدنا نعمل هلأ؟ نحن رح نلجأ لله ورح نآمن فيه ونوثق بعدالته، ولازم نصبر ونتحمل. بس مو بالسلاح والقتل. إليف هالشغلة ما بتليق فينا. إليف انت منيحة؟ تركي إليف عزيز دير بالك عليه.